إذن لازال معنا من القدس المحتلة دكتور علي الأعور خبير الشؤون الإسرائيلية. دكتور علي، كيف ترصد هذا التصاعد الميلودرامي في الأحداث داخل إسرائيل؟ لماذا برأيك الآن تتحول ربما دفت المشهد تجاه الشارع على هذه الوتيرة؟ نعم، تحياتي لك وتحياتي لضيوفك الكرام والسادة المشاهدين من القدس المحتلة. بالفعل هناك متغيرات مهمة جدا، متغيرات جديدة أيضا في داخل الشارع الإسرائيلي. يوم أمس الجيش الإسرائيلي عثر على جثامين 6 من الأسرى الإسرائيليين وسمح بالنشر بأسمائهم وصورهم. هذا يعني أن إسرائيل تعيش صفحة سوداء في تاريخها من خلال تعنت نتنياهو ورفضه التوقيع على صفقة تبادل الأسرى، وأن نتنياهو أصبح مكشوف ومعروف للجمهور الإسرائيلي وإلى إدارة بايدن أنه هو من يعطل صفقة تبادل الأسرى. ولكن الأهم من ذلك أن المؤسسة الأمنية دخلت في انقسام كامل مع نتنياهو. يوآف جالانت طالب بالانسحاب من معبر فيلادلفيا وطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة، ولكن وصول 6 جثامين في توابيت جت 6 جثث للأسرى الإسرائيليين في توابيت إلى تل أبيب وصلت قناعة إلى الجمهور الإسرائيلي أنه لن يعود أسير إسرائيلي واحد حي إلى تل أبيب بدون صفقة تبادل الأسرى. ما حصل في سوق النصيرات عندما تمكن نتنياهو من تحرير 4 أسرى إسرائيليين كانوا في بيت في غرفة، ما كانوش في نفق، يعني كانوا مرفهين. يعني الأسيرة لما طلعت من النصيرات من غرفتها طلعت عاملة ميك أب ومكياج. ونتنياهو قتل 350 شهيد فلسطيني عندما تم تحرير 4 أسرى، بينهم هذه الأسيرة التي ذهبت إلى اليابان لكي تتحدث عن الشعب الفلسطيني وعن المأساة ربما التي لاقتها مع أنها كانت تعيش مرفهة، وكما صورها البعض بأنها كأنها خارجة من صالون كوافير. على أي حال، الشيء الجديد هو الآن أنا بتقديري يعكس أن الجمهور الإسرائيلي توصل إلى قناعة لا يمكن إعادة أي أسير إسرائيلي حي إلى تل أبيب بدون صفقة تبادل الأسرى. استراتيجية جديدة ربما تبنتها المقاومة بأنه مقابل قتل كل أطفال غزة و40 ألف شهيد من الأطفال والشيوخ والنساء، يوم أمس في منتصف الليل تم قصف عائلة من الأطفال في مخيم جباليا وقتلت كل الأطفال بدم بارد، كل أطفال العائلة قتلوا بدم بارد. إذن نحن أمام مشكلة يعاني منها الجمهور الإسرائيلي. أنا انكشفت له لابيد طالب بصفقة تبادل الأسرى، الجمهور الإسرائيلي أيضا يطالب بصفقة تبادل الأسرى، رئيس الدولة هيرتسوغ، الجميع يطالب بصفقة تبادل الأسرى. ولكن السؤال المهم أنا بتقديري سوف يغير نتنياهو في النهج وآلية المفاوضات، وأنا أقول أن هذه الحادثة سوف تعطي ربما قوة إلى الوسيط المصري والقطري، سوف تعطي قوة للمقاومة بأن الشروط على طاولة المفاوضات سوف تتغير كليا. نتنياهو يجب أن يخضع لصفقة تبادل الأسرى ويجب أن يقر بأنه كل سياساته هي من أجل مصالحه السياسية.